وزيرة العدل ليلى جفيل استقبلت اليوم بمقر وزارة العدل عميد المحامين حاتم المزيو حسب بلاغ صدر عن وزارة العدل. وتطرقت جلسة العمل إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين، سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولوية الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها، وخاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد أحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، والأمر المتعلق بتعديل قيمة طابع المحاماة، وبالإضافة إلى أهمية تطوير المعهد الأعلى للمحاماة وتعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال التكنولوجية الحديثة والمضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية. وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العدل والعمادة لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل المطروحة، سواء تلك المتعلقة بالجوانب القانونية أو تحسين وتيسير ظروف العمل في بعض المحاكم والوحدات السجنية. كما أكدت وزيرة العدل على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة كمكون من مكونات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتطوير ويحافظ على الدور الوطني لمهنة المحاماة. أيضا وزيرة العدل ليلى جفيل استقبلت اليوم بمقر وزارة العدل طارق الحركاتي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، وقد مثل اللقاء فرصة للتأكيد على حرص الوزارة على دعم المحامين الشبان وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضهم في عملهم اليومي، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل منها الطلبات المتعلقة بالنظر في الترفيع في منحة التسخير والإعانة العدلية وتعديل منحة التربص ومنحة الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة بما يستجيب لتطلعات المحامين الشبان لأداء واجبهم حسب ما تقتضيه مهنة المحاماة. وقد أبدت الوزيرة تفاعلا إيجابيا مع المقترحات بما فيه مصلحة تونس عامة ومرفق العدالة خاصة، وأكدت على دعمها الكامل لشباب المحاماة. المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر في بيان أصدره اليوم أن انفراد الحكومة بمراجعة مجلة الشغل فيه تنكر للعقد الاجتماعي الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكان ذلك يوم 14 جانفي 2013. وشدد اتحاد الشغل على أن تنقيح مجلة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلة، ولا يجب أن ينحصر في مسألة العقود والتشغيل الهش. ويأتي هذا البيان يوما واحدا بعد مجلس وزاري انعقد يوم أمس بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وعديد الوزراء الآخرين للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل. وقال المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إن التوجه لتنقيح مجلة الشغل من جانب واحد ودون تشريك الأطراف فيه إقصاء وتراجع غير مفهوم ولا مبرر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي، ودعا إلى عقد حوار اجتماعي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والأساتذة النواب وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحة والثقافة والتعليم العالي وغيرهم، إلى جانب التفاوض حول طبيعة ومفهوم وآلية مناولة الخدمة في القطاع الخاص. وطالب باستئناف الحوار في إطار تشاركي وفي أقرب الأجل لتنقيح القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية وللمنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية وكذلك الأنظمة الأساسية القطاعية من أجل حماية حقوق الأعوان والموظفين والعمال.
وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية محمد الرقيق أكد اليوم أنه أغلب الأراضي الاشتراكية تم تسوية وضعيتها، ولا تزال فقط نواة تغطي مساحة 300,000 هكتار. تعمل الوزارة على تحيين القانون في اتجاه إسناد أوامر جماعية. وأضاف الرقيق في إجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق زعفوري كتلة لينتصر الشعب يتعلق بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية وكذلك وضعية العقارات الدولية الفلاحية، إنه المحاولة التشريعية التي أطلقت منذ سنة 2016 لتسوية هذه الأراضي فشلت في التوصل إلى حلول. ولاحظ الرقيق في نفس السياق أنه بعد مرور 5 سنوات على إطلاق هذه المبادرة، واللي كان من المنتظر أن تنتهي لإصدار أوامر فردية لتملك هذه الأراضي، لم يصدر أي أمر في إطار القانون المنظم لها. مجلس وزيري انعقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أقر عدة إجراءات، وبعد التداول قررت الجلسة إحداث لجنة قيادة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية لمواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع مزيد أحكام التنسيق بين كل المتدخلين والمرور إلى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بها. كما أذن المجلس بتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية على أنظار مجلس وزاري في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم. في مصر تعيين حكومة جديدة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين. كذلك أدت هذه الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات. كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج يراعي الأولويات مثل تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. وبناء على توجيهات السيسي، من المتوقع أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.